السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم هنا في مدينة كلبة وتحديدا في استاد نادي كلبة. نرصد لكم ومعكم الإنجاز الذي حققه فريق نادي كرة القدم للفريق الأول، وهو الصعود إلى مصاف دوري الدرجة الأولى ودوري المحترفين ودوري الخليج العربي. في بداية أمسيتنا دعوني أرحب بسيف سلطان المحرزي، نائب رئيس المجلس في نادي اتحاد كلبة، والمدرب جوفان فييرا مدرب فريق اتحاد نادي كلبة. طبعا مسي عليكم بالخير بداية، مبروكين على هذا الإنجاز الذي حققتموه هذا الموسم. والله أنا أشكر قناة الشرقية اللي قامت بمساعدتنا ونقل الحدث هذا، وصول التحية للجمهور، وأنا أشكر صراحة سمو الدكتور شيخ سلطان محمد القاسمي على الدعم اللامحدود لكرة الإمارات بشكل عام، والأندية أندية الشارجة بجميعها بشكل خاص، ونادي اتحاد كلبة اللي بدوره قدم إنجازات سابقة، وهالأيام قاعد يقدم أحسن إنجازاته، وإن شاء الله المواسم القادمة راح يقدم أحسن إنجازاته. وأنا أشكر بعد الجمهور اللي ساند الفريق في دورة الدائمة اللي كانت مع الفريق ومناقشاته، وكان له دور كبير فعلا، يعني وقوف الجمهور في خلف الفريق يعني. نعم، نوجه السؤال للمدرب فييرا، شعورك بهذا الإنجاز؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شيء بسيط، هو الإجابة بسيطة، هو الشغل الجدي، الشغل الواضح، ويعني وشغل وعمل الناس الكل، بالنسبة لمجلس الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، كان في عمل متواصل بين الكل يعني، وكانت العيلة متاعنا كنا زي العيلة يعني، موجودين هنا على هدف واحد عشان نرجعوا كلبة لموقعه الرسمي. المدرب فييرا كابتن سيف ذكر أن الشغل والعمل هذا الموسم كان عمل يعني كبير من قبل اللاعبين، من قبل المدرب، من قبل الإدارة، تترجم كل هذا في نهاية الموسم بصعود نادي اتحاد كلبة إلى مصاف دوري الخليج العربي. طبعا الشعور جدا جميل، شعور الإنجاز، فرحة أهالي مدينة كلبة، فرحة النادي، فرحة جمهور نادي اتحاد كلبة، كيف سيتم استغلالها إن شاء الله في المواسم القادمة، وشو خططكم المستقبلية إن شاء الله اللي راح تكون لدوري الخليج العربي؟ في البداية طبعا نحن لازم نبدي أساس كرة القدم أو أساس نادي اتحاد كلبة من المراحل السنية، ففعلا في الموسم هذا بدينا الحمد لله بداية طيبة في المراحل السنية، بدينا تقريبا من 5 سنوات كمدرسة كورة، لأن 11 سنة هاي كلها مدرسة كورة، ومن 12 سنة لحد 20 سنة كانت أكاديمية نادي اتحاد كلبة، والحمد لله يعني في إنجازات إيجابية، كانت في بطولات حققت بعض الفرق، وفي مراكز متقدمة حققت بعض الفرق الثانية، وما أذكر منها أن فريق 18 سنة قدم إنجاز وخض بطولة الدوري، وفي بعض الفرق كانوا يعني أغلب الفرق كانوا مستوى كانوا في الترتيب الثاني، كانوا في الترتيب الثاني وكانوا بإمكانهم أن يأخذوا بطولة، لكن سبحان الله لا، وأنا أقول هذه أول سنة بداية، لكن السنوات القادمة راح تكون إنجازات أكيد أفضل منها الإنجازات. بالنسبة للفريق الأول طبعا الدعم لازم يكون من المراحل السنية، من الأكاديمية الموجودة في المراحل السنية، نحن نعتمد بكل المقاييس على أبناء مدينة كلبة، والمواسم القادمة إن شاء الله حتثبت أن نحن قادرين نكون فريق جدا قوي، وحاطين أهدافنا ورؤية مستقبلية إن شاء الله، لأن 5 أو 6 سنوات إن شاء الله نكون من الفرق القوية اللي تمثل الأندية في المحافل إن شاء الله الآسيوية، ونكون عندنا إن شاء الله لعيبة جيدين يمثلوا منتخب الإمارات، وأتمنى إن شاء الله هذا منية خاصة يعني، أتمنى إن شاء الله بعض اللاعبين يكونوا موجودين في الأندية الأوروبية والأندية، وتحقق بالأندية
العالمية. يعني أنا أتوقع أن إخواننا في جمهورية مصر يعني قدموا لاعب جدا مميز محمد صلاح. وأتمنى إن شاء الله من الإمارات يكون أول لاعب من اتحاد كلبة، وهذه سياستنا إن شاء الله. في المستقبل راح نثبت للناس أن نحن إدارة على مستوى عالي، وفي الإدارة هاي في إخوان فنيين على مستوى عالي، وعندهم جدا رؤية واضحة ورؤية مستقبلية، عندهم استراتيجية واضحة، وحطوا استراتيجيتهم إن شاء الله في السنوات القادمة والقليلة إن شاء الله راح يكون الفريق هذا له شأن كبير، وإن شاء الله الأيام حتثبت كلامي إن شاء الله. إن شاء الله طبعا مستمرين معاك الكابتن سيف سلطان والمدرب أفيار، لكن راح نطلع إن شاء الله نشوف هذا التقرير وراجع لكم. نجم صاعد باسم لا يزدهر بالإيمان قلوب شباب عامرة بالإرادة يطلع طلوع الفجر اتحاد قلب نقوله ونفتخر نجم صاعد باسم لا يزدهر بالإيمان قلوب شباب عامرة بالإرادة يطلع طلوع الفجر جماهير رددي وحيي يا جماهير رددي وحيي. إذن شاهدنا معكم هذه اللقطات مشاهدينا الكرام من نادي اتحاد كلبا وفي مباريات نادي اتحاد كلبا لهذا الموسم. مستمرين معكم ضيوفنا الكرام الكابتن سيف سلطان والمدرب نادي اتحاد كلبا المدرب فييرا. طبعا السؤال موجه لك المدرب فييرا، طبعا انت جيت هالموسم في منتصف الموسم، خلني اكون دقيق في المعلومه، الفريق كان نوعا ما في مستوى متذبذب، لكن من بعد قدومك الى فريق نادي اتحاد كلبا شفنا اداء جيد، شاهدنا نتائج جيدة، شاهدنا إنجاز جيد وهو الصعود إلى دوري الخليج العربي. Oui, tout à fait. Alhamdulillah, on a pu réaliser. زي ما قلت الحمد لله قلبنا نتيجة. نعاود نكررها مع الشغل مع التواصل مع الناس كل والتعاون اللعيبة يرجع لهم، يعني هم المسؤولين الأوليين على هذا، هم تقبلوا يعني الفلسفة نتاعي في الشغل. أول يوم وصلت فيه لنادي اتحاد كلبة دخلت معهم غرفة الملابس وقفلت عليهم، قلت لهم كلمتين بس، أنا وصلت هنا، أنا جيت هنا عشان نفوز وعشان نصعد، اللي يحب يتبعني مرحبا بيه، واللي ما يقدرش يتبع المبادئ هذه ويصير على نفسه. يعني كلامك كان مؤثر في بداية قدومك إلى نادي اتحاد كلبة، ورؤيتك واضحة كانت للاعبين وحتى للإدارة، وانت اصلا كنت مدرب في سنوات قليله ماضيه لنادي اتحاد كلبا، يعني اجواء نادي اتحاد كلبا يعني بغير غريبه عليك انت كمدرب، فشو حسيت رد اللاعبين بعد كلامك في اول مقابله لهم؟ tout à fait que le comité ils ont senti mes intentions parce que sinon يعني حتى الإدارة حسوا يعني بالرؤية نتاعي وعرفوا إذا وفي ثقة من مجلس الإدارة في الشغل نتاعي، إذا ما كان مش هذا الشيء هذا متوفر ما كانوا يتصلوا فيا. كنا يعني وكلبة كانت تمر مرحلات صعبة، يعني مرة لفوق مرة تحت، كانت ما في توازن وفي الأداء في الشغل، حتى اللعيبة كانوا فاقدين الثقة في أنفسهم. يعني وبالنسبة لي أنا مهم جدا، يعني كانوا الإدارة عطاوني الأريحية في الشغل وفي العمل متاعي وفي طريقة العمل متاعي.
وبالنسبه لوضعيتنا نحن صدقني رانا ما نوصلوا للنجاح الا عن طريق الشغل الانضباط الجديه ونبحثوا على هدف والهدف هذا نحطوه ونعيشوا فيه ونامنوا به كل يوم يعني هن على نصيروا على نفس التارجت الناس الكل وانا نتصور كونه الجميع يعني فهموا افكاري وفهموا المبادئ نتاعي وطريقتي في الشغل والحمد لله يعني كل شيء ما مشى معنا لقينا صعوبات disons on a tombé quelques fois mais on a remonté on a احيانا يعني احيانا جاتنا عثرات لكن الحمد لله بعد العثره المهم هو او انك كونك تكمل المسيره نتاعك. جميل كابتن سيف، في بدايه الموسم كان مستوى الفريق متذبذب نوعا ما، ادى الى تغيير المدرب من بعدها وقدوم الكابتن فييرا. كيف اللاعبين قدرتوا انكم تهيئون اللاعبين نفسيا مثلا بعد هذا كل هذا التذبذب، كل هذه النتائج السلبيه كانت من بعدها نادي اتحاد كلباء والفريق حقق نتائج طيبه ومن بعدها وصل الى دوري الخليج العربي؟ اهم شيء مثل ما ذكرت نفسيات اللعيبه قبل ما يلعب المباراه او لما يحضر التمرين. لازم عنده نفسيه ايجابيه وتقبل المرحله. صحيح. ففعلا ان نحن يعني ما حطينا الضغط رغم ان الضغط من الجمهور الخارجي كان جدا كبير. نعم كبير. وانت يمكن ادرى الحوالي ان المؤسسه هاي عارفه وداريه ان في ضغط كبير، كان ضغط موجود على الاداره الجمهور وكان الضغط موجود على اللاعبين او كان يعني في كل المراحل كان في ضغط جدا جدا كبير، ولكن الحمد لله نحن بدينا ناخذ الصدمات ونمسحها فينا. نحن نكلم اللعيبه من نحن المسؤولين الاول، يعني مش انتم المسؤولين، نحن المسؤولين، نحن اللي اخذنا القرار، نحن اللي استقطبنا اللاعبين، نحن اللي عملنا بحيث ان احنا نخفف الضغط على اللاعبين. ففعلا بدينا نخفف الضغط شوي شوي على اللاعبين رغم انه مثل ما قلت كان الضغط جدا كبير كان على اللاعبين وحتى المدربين وحتى الاداره، يعني الناس ما كانت تتقبل بعض الكلام، ما كانت تتقبل بعض الحوار، ولكن في انتقاد كبير كان. نعم. ولكن تعرف انت في اشخاص عندهم خبره في تقليل الصدمات يعني. صحيح. فالحمد لله بدينا نقلل الصدمات عن اللاعبين وخاصه بعد في بعض اعضاء مجلس الاداره فعلا عندهم فكر جدا راقي، بدوا يعني الصدمات هاي بدوا يستوعبوها لنفسهم غير عن تطلع عن اللعيب يعني. فبعد هذا الحمد لله يعني قدوم كابتن فييرا اعطى دافع، وممكن هو مربي يمكن اكثر بعد من انه مدرب، عرف كيف يتعامل مع اللعيبه بشكل نفسي اكثر. نعم. فتعاملنا معهم يعني بشكل كبير، نتعاملنا جدا مع نفسيات اللعيبه، وكل شخص كنا نتكلم على حده وناخذ منه السلبيات اذا كان عنده سلبيات ونقول له لا نحن قادرين نحن نطلع عنك السلبيات الموجوده، نحن نبك بس عنصر ايجابي داخل الملعب. وفعلا بعد هذا الحمد لله يوم بعد يوم او مباراه بعد مباراه بدات النتائج توضح على الفريق، والحمد لله حتى الاداره كان عندهم لو كان عندنا فعلا يعني يعني الحظ كان جدا 5% والانفجار كان 95%، ولكن كان يعني داخل شعورنا ان احنا راح نصعد عن الانفجار يعني رغم ان الانفجار كان متقدم علينا مساء يمكن 6 نقاط أو 7 نقاط، ولكن فوق هذا كان احساس موجود واشتغلنا فعلا كفريق موحد كاداره ولاعبين ومدربين وحتى بعض الجمهور. صراحه انا اشكر يعني كانوا مسانديننا صراحه يعني. صحيح. وهذا كان لنا دافع ان احنا نعطي ونوصل الهدف المرجو منا نحن. نعم. والحمد لله فوق هذا الحمد لله يعني صعدنا والحمد لله تم الانجاز. الحمد لله اللهم. طبعا في الاخير الكابتن سيف سلطان محرزي نائب رئيس المجلس في نادي اتحاد كلباء والمدرب جوفان فييرا مدرب فريق نادي اتحاد كلباء، نشكركم على حضوركم معنا في هذه التغطية الخاصة لإنجاز نادي اتحاد كلباء، وألف مبروك وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في دوري المحترفين إن شاء الله دوري الخليج العربي إن شاء الله. أنا بدوري أبغي أشكر صراحة مجلس الشارجة الرياضي اسمه الشيخ صقر محمد وسمو سعد عبد العزيز النومان
صراحة الوقفة اللي وقفوها معانا والكلام اللي قاعد ينقلوه علينا وإن نحن وهم واقفين ويانا بكل مقاييس يعني. نعم. هذا كان له دور جدا كبير، يمكن ما حد كان حاس فيه، نحن كنا أقرب حق الإخوان الاثنين هذيل من أي أعضاء الإدارة أو أي لاعبين أو أي دارين. أنا صراحة أشكرهم شكر الجزيل اللي الدعم اللي أعطوه لنا، الدعم إذا كان دعم مادي من المجلس دعم أو كان معنوي اللي أعطوه لنا وأعطونا الثقة أن نحن نكمل مسيرتنا. هذا شيء فعلا إيجابي، أتمنى لهم التوفيق في مسيرة إدارة الرياضة في إمارة الشارقة. نعم. الأجدر لنصيب الأسد، أتمنى نعم. إن شاء الله يكملوا مسيرتهم والله يوفقهم إن شاء الله. أتمنى لكل الأندية الإمارة تكون موجودة في دور المحترفين. نعم. إن شاء الله نحن بدورنا إذا كان عندنا آراء أو استفسار من أي أندية في الإمارة نحن فعلا حاضرين وخبرتنا موجودة إن شاء الله تكون موجودة لكل الأندية موجودة. في النهاية هذيلا عيال عمنا كل الفرق صحيح. الموجودة وطبعاً نتمنى إن شاء الله نعم. قد ما نقدر نساعد الفرق هذه بخبراتنا إذا كانت عندنا خبرة، وأتوقع أن عندهم خبرات ولكن ما يمنع أن نكون معاهم عصف ذهني تبادل الخبرات وطبعاً أكيد طبعاً ونمشي إن شاء الله في مسيرة في قارب واحد. نعم طبعاً شاكرين لكم حضوركم مرة أخرى، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الاستحقاقات القادمة. شكرا لكم. شكرا لي. مشاهدينا الآن فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
إذن مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الخاصة لإنجاز نادي اتحاد كلباء الفريق الأول بالصعود إلى دوري الخليج العربي، وشاهدنا معكم هذه اللقطات الحصرية هنا في نادي اتحاد كلباء بمناسبة صعود نادي اتحاد كلباء إلى دوري الخليج العربي. دعوني مشاهدينا الكرام الآن أرحب بضيفي في الاستوديو الكابتن فريق نادي اتحاد كلباء موسى حطب واللاعب المحترف المغربي عمر المنصوري. رحب فيكم مساكم الله بالخير ومبروكين على الصعود. شكرا الله يبارك فيك وكنشكركم على الاستضافه وكنشكروا قناه الشرقيه وكنشكروا مشاهدينا الكرام. موسى شعورك بالصعود؟ الشعور الصراحه ما يوصف الصراحه، يعني هذا فخر بالنسبه لك كونك كابتن الفريق وتصعد مع الفريق. هذا بحد ذاته فخر لك يعني، الحمد لله. خصوصا الصعود يعني بعد ضغط كبير، بعد خلينا نقول حتى كانت نسبه فريق الفجيرة للصعود اكبر حتى من فريق نادي كلبة. كيف كانت الاجواء قبل المباراه موسى؟ الاجواء كانت نفس اجواء اي مباراه، نحن كنا مركزين. نحن كان اسمه هدفنا تركيزنا في مباراه اسمها العروبه. قلنا حق اللعيبه انهم يسونا نتيجه مباراه الفجيرة، واول شيء نحن نفكر في اعمارنا، عقب اذا الخور ما خدمنا الحمد لله يعني، والحمد لله صار الشيء هذا والحمد لله. الحمد لله. عمر المنصوري المحترف المتواجد في فريق نادي اتحاد كلبا، كان لك مساهمة كبيرة في صعود الفريق، شو شعورك بهذا الإنجاز اللي تحقق اليوم؟ بطبيعة الحال الحمد لله على كل حال، اللي استطعنا باش نفرحوا أهل المدينة ديال كلبا، وصراحة كنشكروا من هذا المنبر الإداريين وكنشكروا جميع مكونات ديال اتحاد كلباء، لا من جمهور لا من أصدقاء ديالي في الفريق اللي ساندونا صراحة وخلونا باش نسنجموا في الفريق في أقرب وقت. صراحة واخا مرينا من ظروف صعبة ومن مضبات، ولكن دائما كتلقى المساندة وكتلقى الأصدقاء ديالك في الجنب ديالك اللي كيعطيوك معنويات وكيزيدوك من الحماس باش تقدم إضافة. الحمد لله كنشكر الأصدقاء ديالي اللي بقوا مركزين حتى الاخر نسق. كما سبق لي قلت لك دزنا في مراحل صعبه، كما كتشوف دزنا في تعادلات، دزنا في مضبات، ولا بد كيمر منا في اي فريق، ولكن القوه ديالنا بقينا متماسكين ومامنين برؤوسنا حتى الاخر دقيقه كما كتشوف. الحمد لله رغم كل شيء الفريق حقق الصعود. نعم كابتن موسى، يعني الاجواء اللي قبل المباراه كانت يعني اجواء حماسيه، وبعد المباراه اجواء جدا كانت احتفاليه بمناسبه الصعود. يعني اللاعب دائما يكون تحت الضغط، اللاعب مثلا الانتقادات كلها تصير اغلبها للاعب، الضغط من قبل الاداره انكم اليوم لازم تحققون نتيجه ايجابيه، كل هذه الامور ممكن كانت تساعد فريق نادي اتحاد كلباء للصعود، كانت لها كل هذه الضغوط كانت في جانب ايجابي. شوف انت كلاعب لازم تكون فاهم سيزمه الاشياء هذه كلها، انت كلاعب لازم راح سيزمه تنتقد من جمهور من اداره من اي شخص برا. الشيء سيزمه الايجابي اللي صار نفسه ما قلت لك، نحن كانت ما تركيزنا كله في المباراه وكنا حاطين امال، يعني قلنا لو ما صعدنا هنا عندنا ما ملحق، يعني ما كنا فاقدين الامل، وانا كنت متفائل يعني. من بعد ما تعادلنا في ثلاث مباريات في اخر دقيقه انا كان عندي احساس كبير انه راح نصعد، يعني صعب انك انت تتعادل في ثلاث مباريات في اخر دقيقه، في الدقيقه 91 او في الدقيقه 92. صحيح من بعد مباراه مصفوط انا كنت حاسس انه راح نصعد. جميل. بعد مباراه مثل ما بما انك ذكرت المباريات، بعد مباراة الفجيرة اللي كانت على ملعب اتحاد كلباء وخسر اتحاد كلباء 2-0 من الفجيرة 2-1 2-1 ومن بعدها يعني صار الفرق بينكم بين الفجيرة 6 نقاط، انت ككابتن فريق هنا كيف هيئت الفريق؟ كيف كلمت الفريق؟ من بعد ما خسارتنا من الفجيرة الكل متوقع ان فريق الاتحاد ما راح يصعد، ونحن كلاعيبة السبب او الرئيسي في الصعود اللي هو مثل ما تقول اللمة. لعبنا اسمه بروح، لعبنا بقلب واحد. حثيته واللعيبه ان الكل يرفع راسه.
دام انه باجي سبع مباريات في امل في النهايه وكان في او امل في 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 النهايه. اهم شيء وانت كلاعب اهم شيء انك ما تستسلم وتلعب لين اخر دقيقه. صحيح. عمر المنصوري الروح القتاليه لابد انها تكون موجوده في اللاعب. بعد المباراه لما عرفتوا النتيجه شو حسيت عمر وقتها؟ المباراه الاخيره؟ ايه. من طبيعه الحال ولابد ربك يجازيك بواحد واحد المجهود ديالك صراحه. وطبعا انت في الملعب يمكن انت فايز، كان وقتها اتحاد كلبة فايز 2-0، يمكن حتى اللاعب خلاص يقول احنا تقريبا خلصنا المباراه هني والشاشه موجوده وتقدر تشوف الوقت، لكن ذهنك ممكن يكون في مباراه الفجيره ودك تعرف النتيجه، فشعورك لما عرفت ان خلاص اتحاد كلبة انكم صعدتوا؟ صراحه هناك يبان اللعب ديال هناك يبان الدور ديال اللاعب اللي عنده تجربه صراحه. بالنسبه للاعبين اللي ما عندهم تجربه اكثر يد اللاعبين كيخرجوا من المقابله كيكونوا اوت على المقابله، ولكن بالنسبه للاعبين اللي عندهم تجربه ديما كيحاولوا باش يمدوا الزملاء ديالهم باش يبقاو مركزين في المقابله ونساو المقابله الاخرى، وهذا اللي كان. الحمد لله احنا بقينا مركزين على المقابله ديالنا. من طبيعه الحال كيكون تشوش كتبقى داير بالك مع المقابله الاخرى ديال الفجيره. نعم. هذا شيء عادي، ولكن كتحاول باش تبقى مركز في المقابله اكثر باش ماشي تروح لك هذه المقابله وتقول انا علاش ما فزت. خاصك تفوز اولا بالمقابله ديالك وتطري الخصم ديالك واش يتعثر واش ما يتعثرش. الحمد لله احنا كما قال الكابتن موسى كنا مآمنين بالروح ديالنا، احنا عندنا فريق جيد مرينا ببعض الفترات اللي صعبه، ولكن عندنا فريق في مستوى كبير واخا كون مرينا الدور الحاسم بين الفريق اللي غادي يسقط من دوري محترفين كنا مآمنين بروحنا باش اننا غادي نلتحقوا بدوري محترفين. نعم. كابتن موسى طبعا بما انك انت الكابتن دائما ممكن اغلب الانتقادات تكون لكابتن الفريق، اغلب سواء كانت من الاداره من الجمهور او حتى في بعض الاحيان من اللاعبين، دائما الكابتن الفريق هو يكون القائد. كيف كنت تقدر تحمس اللاعبين دائما للمباريات؟ كنت او احمسهم بالاشياء الايجابيه. اهم شيء اني انا لو اسمع اهم شيء ان النقد يكون شيء او ايجابي للاعب. يعني مثلا انا اخذ كلام الشخص هذا مثلا واخلي الشيء هذا يكون ايجابي في الملعب. انا اقول حق اسم اخواني اسم اللعيبه اهم شيء انتم عندكم هو التركيز في الملعب. صحيح. هذا اهم شيء. النقطه الاساسيه. اكيد. وهذا الشيء اللي صار يعني. فاكثر شيء كنت احمسهم بالاشياء اسم الايجابيه يعني. انه دوما اقول لهم في امل، في امل. ما حدا في امل والحمد لله. جميل. الحين خلاص وصلتوا لمرحله دوري الخليج العربي، المرحله المقبله هي المرحله الاهم والاصعب كابتن موسى. شو تطلعاتكم في دوري الخليج العربي؟ والله نحن اخذنا المهم وباقي الاهم، الاهم هو اسمه الصعود. هو الصعود انت محتاج حق اشياء وايده. انت صاعد من درجه اولى للدوري اسمه المحترفين، اسمه هدفك الاول اللي هو اسمه البقاء، والهدف الثاني انك اسمه تحسن مركز. ان شاء الله بيكون هذا هو اسم هدف اسم الفريق يعني. من الحين اسم نحط اسم الهدف هذا ان شاء الله. ان شاء الله طبعا مستمرين معك الكابتن موسى والكابتن عمار، لكن راح نشوف الاهداف الفيصليه التي اهلت نادي اتحاد كلبة الى دوري الخليج العربي، فلنتابع مع مشاهدينا. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا الخاصة هنا في مدينة كلبة وتحديدا في نادي اتحاد كلبة لإنجاز
نادي اتحاد كلبا لكرة القدم الفريق الأول الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة دوري الخليج العربي. مستمرين معاكم مشاهدي الكرام في ضيوفنا الكرام الكابتن موسى والكابتن عمر. الكابتن عمر، في مباريات ممكن تكون مفترق طرق للفريق، شو أهم مباراة وأصعب مباراة كانت لنادي اتحاد كلبا في هذا الموسم؟ صراحة المباراة اللي كانت الأهم هي مباراة فريق رأس الخيمة. صراحة باش تفوز حتى للدقيقة 93، يعني ماشي رأس الخيمة، تقريبا ثلاثة مباريات فزنا حتى للدقيقة 93. صحيح. صراحة ملي كتفوز في هذا الوقت ديما كتقول بأنك عندك الأمال وربي غادي يوصلك المبتغى ديالك، حيت ماشي سهل، حيت كتمر، قلت لك كتمر من المضبات اللي خصك تكون عندك تجربه وعندك صراحه خصك تكون مامن بروحك حتى لاخر دقيقه. والحمد لله شحال مباراه بقينا مركزين حتى للدقيقه الاخيره وكيسعفنا الحظ وكنسجلوا في الدقائق الاخيره، وهذا كيبين لك وهاد الجزئيات هما اللي كيخليوك باش تعرف راسك بان عندك امل باش تصعد. كابتن، دعم الجمهور، دائما الجمهور اللاعب الاساسي واللاعب ال11 اللي يقول دائما نقول لاعب 11 موجود في الملعب 12 فدائما الجمهور له دور كبير في خلينا نقول تشجيع الفريق، دور الجمهور في الوصول لهذا الانجاز، نتكلم عن هذا الجانب. والله شيء، واشكر الجمهور مثل ما قلت سيزما كانوا هم الداعم او الرئيسي للسيزما الفريق، كان اسمه محفزين اسم الفريق وايد، وعلى راسهم اخويا واحمد مسبيل. الصراحه اسم الشخص هذا ما قصر، يعني صحيح متواجد في المباريات في التمرين متابع اول باول حال الفريق، موجود وكان متابع اسم حال الفريق اول باول، وكان دوم كان اسمه يكلمني واسمه في كل مباراه يستني موسى شو بتسوي، اقول ان شاء الله نفوز، يقول انت ما متفائل، اقول انا دوم اسم متفائل ان شاء الله راح نفوز. يعني دوم كان في اسم تواصل مثل ما تقول، كان لهم سبب سلسله رئيسي في صعود الفريق. كابتن عمار، مستمر مع فريق نادي اتحاد كلبا ولا في عروض؟ وهاد الساعه شنو نقول لك، مازال ان شاء الله غادي نجلس مع مدير الاعمال ديالي وغادي ندرسوا عده عروض، وكنتمنى ان شاء الله يكون عرض اتحاد كلبا في المستوى وفي التطلعات ديال عمر منصوري، لما لا فريق كبير بحجم اتحاد كلبا ان شاء الله نكونوا متواجدين معه. ممكن الاستمراريه مع نادي اتحاد كلبا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا كابتن عمر، دائما اللاعب الاجنبي والمحترف يكون اللاعب هو الفارق في بعض الاحيان، اهدافك حاسمه كانت في بعض الاحيان في بعض المباريات، شو شعورك او حتى شعور اللاعبين حتى مثلا كلام اللاعبين بعد المباريات لك؟ اول شيء كما قلت لك قبيله، الحمد لله واخا كتمر، هذا هو الشيء اللي كان ايجابي لي انا وصديق ديالي في فريق اتحاد كلبا، واخا كتمر من مضبات واخا كتكون المستوى ديالك نازل شويه، ديما كتلقى الاصدقاء في الجانب ديالك كيساندوك كيرفعوا لك من المعنويات. الحمد لله نتمنوا ما نكونوش خيبنا نحسن الظن ديال جميع مكونات ديال اتحاد كلبا على هذا العاتق اللي كانوا حاطين فينا، وعلى نكونوا قد المسؤوليه اللي مبشره لينا، والحمد لله الامر نجحنا فيه، حققنا المبتغى ديال الفريق اللي هو الصعود، وكنتمنوا ان شاء الله نزيدوا القدام ان شاء الله. كابتن موسى، مستمرنا عادي مع نادي اتحاد كلبا وهل هناك عروض؟ والله انا امنيتي او استمر وكل شيء بيد الاداره. جميل. طبعا في الاخير الكابتن موسى كابتن نادي اتحاد كلبا والكابتن عمر محترف نادي اتحاد كلبا، شكرا على حضوركم اليوم في هذه التغطيه الخاصه لانجاز نادي اتحاد كلبا، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ومبروكين مره ثانيه. الله ينورك، بارك الله، والله يبارك في حياتك الله. الله يطول عمرك. مشاهدينا مستمرين معكم، لكن نطلع الى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه اللقطات الحصريه هنا في نادي اتحاد كلبه وفرحه لاعبي اتحاد كلبه بالانجاز والصعود الى دوري الخليج العربي. مستمرين معاكم مشاهدينا في هذه الحلقه الخاصه لهذا الانجاز الكروي هنا في نادي اتحاد كلبه. مشاهدينا الان دعوني ارحب بضيفي الكرام الشيخ علي بن يوسف الحمادي من مؤسسي نادي اتحاد كلبه وسلطان علي الكلباني رئيس رابطه النادي. مساكم الله بالخير ورحب فيكم على عبر قناه الشرقيه من كلبه. الله يمسيكم الخير والسرور، ونحن سعداء بهذا اللقاء، وما اقدر اقول لك التعبير يعني عن فرحتنا في اليومين هذول، يعني رجعت لنا من عمرنا يمكن سنوات مضت. نعم نحن ابتعدنا عن النادي لفتره، انا ابتعدت عن النادي فتره لا تقل من 14 او 15 سنه. ما شاء الله. لسبب، لانه ما كان في تآلف، فيه مثل استنفار، يعني انت تجي ما تجي ما حد يدري بك. ولكن بفضل الله وفضل صاحب اسمه الشيخ سلطان محمد طبعا، واختيار هاي المجموعه في مجلس الاداره هذا، فهم بصراحه فكروا، يعني فكروا في الناس اللي قبل اللي كان اسسوا، الناس اللي كان لعبوا، الناس اللي اعتزلوا اللعب، اللي لهم دور كبير في بناء هذا النادي الصرح. فاستدعوهم وعملوا حفله وكرموا كل من يستحق التكريم، وهذا شيء يحسب لهم يعني. ونحن بصراحه انا شخصيا يعني حسيت، لان انا كاني انا محطاي في غرفه انعاش هاي كل الفتره هذه. لكن يوم اللي جيت للنادي حسيت نفسي أنا فقت من الانعاش هذا. وبديت احس ان انا في النادي اللي يعني وزن، اللي قيمه، اللي عند الجماعه هذول. الله يطول بعمرك يعطيك الصحه والعافيه. فبديت امارس، يعني دائما اجي النادي في المباريات وغيره وهذا، وما شفت منهم الا كل ترحيب وكل اهتمام. وطبعا الانسان ما يقول ان هذا انا سويت لبلدي، لان بلدك امك. صحيح. يعني كل ما تقدم شيء لامك ما يجب انك تقول انا سويت. نعم. لان الوالدين، ونحن كنا دائما في صحتنا اللاعبين شباب، كل مباراه نقول لهم هذه ارضكم، هي ارضكم. الارض عرض. نعم. انتم اذا تهاونتوا عن ارضكم كانكم فرطتوا في شيء من ارضكم. صحيح. وكان هذا الكلام يكون له ايجابيه، والحمد لله يعني كان الشباب قد المسؤوليه. نعم. يعني حتى فرحه اليوم لعيبه، فرحه البطوله اللي حصلوها في كل الالعاب، اليد، القدم، السله، الطائره، التنس، فهذه كل الكؤوس الموجوده في النادي من ايام هذيك الايام. ولكن للاسف تفاجات انا بالسنه هذه بالذات، شفت واحد من الشباب اللاعبين هو علي راشد شهرين كان في الطائره، فعنده ولد ما شاء الله اطول منه. ما شاء الله. فقلت له هذا ولد، قال لا في واحد اطول. قلت له ليش ما تخليه يلعب طائره؟ قال وين الطائره؟ قلت في النادي، ملاعب فيه، صاله فيه. قال هذا كله لغه الالعاب. فحز في نفسي صراحه. يعني يوم نحن كنا على باب الله الميزانيه مالنا، الواحد يمكن يدفع من جيبه بعض الاحيان، كانت الالعاب هذه كلها موجوده وكلها في مراكز، ولكن للاسف انمحت هاي اللعبه. نعم صحيح. لكن الوالد في النهايه الشيخ علي، كل اداره لها توجه خاص في النادي بشكل عام، لكن اليوم انجاز نادي اتحاد كلبه، يعني دور الاداره كان دور ملموس حقيقه في هذا الانجاز، وهو الصعود لدوري المحترفين للمره الخامسه في عهد الاحتراف. نعم. طبعا كنا عشنا هذه الاجواء الجميله هنا في مدينه كلبه، من جمهور، من اهالي، من لاعبين. من اداره. فهذا اندل على جهود الاداره في ابراز هذا الفريق. هذا صحيح، لان لولا هذه الجهود، لولا هذه اللفته الكريمه منهم هم للناس اللي كانوا، انا كل اللاعبين هذول والاداريين هذول كلهم انا ربيتهم تربيه. الله يعطيك الصحه. يعني كانوا صغار وانا توليت اداره النادي او تاسيس النادي قبل ما تكون دوله، قبل ما تكون وزاره. نعم. من المدرسه انا استلمت فريق من المدرسه وظليت اصرف عليه انا من جيبي، مش علشان اقول هذا الكلام عشان ابغي مردود منه، لكن هذا واجبي. نعم صحيح. حتى وصل هذا النادي لهذا المكان. نعم والله يعطيك الصحه والعافيه. واذكر كلمه صاحب السمو الشيخ سلطان هني يوم جاء، وكان عبد الرحمن جروان وياه، فانا مكان عندي شركه، فالشركه اهملتها، شركه مقاولات، واهتميت في النادي دائما في النادي. فقال لي انت الاب الروحي للنادي. قلت له لا استغفر الله، انا جندي في هذه البلد، الاب الروحي انت، انا لولاك انت ما استمر النادي هذا ولا كبر بهذا الصرف. نعم. لكن انا ما دامني حي وفي نفس
فخدمة البلد هذه نعم. ما أحول عنها نعم. أنا كم اللي جاني مثلا في شو اسمه انتقال من هنا لهنا نعم. لكني رفض الله يوان. وعشت في هذه البلد واليوم أنا أحس بنفسي لأن أنا رجعت للشباب يعني الحين الكلبة اليوم والبارح عاشت فرحة صحيح كل البلد كل نعم. الأمهات كل الأخوات كلهم فرحانين نعم كل أهالي هذا الصعود نعم. وهذا الشباب والحمد لله مدينة كلبة يعني فيها من الشباب ما يغطي النادي من كل الألعاب نعم صحيح نعم. وأنا أقولها بكل صراحة صحيح. لو اهتمام الشباب هذه اللي تولاهم النادي تولية صحيحة والأجيال اللي ربوهم الحين في مدارس كروية بعد 4 سنوات 5 سنوات ما يحتاجوا حتى للاعب من الخارج الخارجي نعم نعم الإمكانيات موجودة الشباب موجودين حتى لو تكلمنا عن الجمهور مع الأستاذ سلطان علي الكلباني الجمهور كان له دور كبير أيضا في الحمد لله رب تحفيز. العالمين أول شيء الجمهور لحد أهني سيدي سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي وولي عهده الأمين والنائب الأول والنائب الثاني ورئيس النادي الشيخ سعيد بن صقر القاسمي ونائب رئيس النادي الشيخ هيثم بن صقر القاسمي اللي صراحة يعني هم الأب الروحي حاليا في المنطقة الشرقية ليس للنادي وفقط لكل الأشياء اللي تحصل في المنطقة الشرقية نعم. بس لو رجعنا للماضي نقول نحن الحمد لله في هذا النادي من يوم الاندماج من يوم ما تأسس هذا النادي نعم. ونحن فيه طبعا تتغير إدارات كذا إدارة تغيرت ولكن نحن ماشيين ونشجع أولادنا ونشجع النادي والحمد لله رب العالمين وصلوا لهذا ونحن نشجع الإدارة الحالية اللي الصراحة الشيخ الله يحفظه اختار هذه وهذه الجماعة كفوا ل يمشون ويا النادي للأمام وإن شاء الله الشباب هذا فيهم الخير وعندنا إن شاء الله المراحل السنية قاعدة تنتج وإن شاء الله النادي بيكون له شأن كبير في المستقبل إن شاء الله, إن شاء الله العاجل وسيدي سمو الشيخ سلطان محمد القاسمي ما مقصر لا في الصغيرة ولا في الكبيرة ونشكر طال عمرك مجلس الشارجة الرياضي وعلى راسهم الشيخ صقر وبن نومان وأعضاء المجلس الشارجة الرياضي كلهم ما قصروا ويانا وجزاهم الله خير وبيض الله ويوكم تلفزيون الشارجة صراحة ويانا أول بأول ويزاكم الله خير بيض الله ويوكم هذا واجب ومبروك لنا جميعا لا ليس ليس لكلبة بس للشارجة لأن نحن نعم. عضو من الشارجة نعم صحيح سواء فاز الخور أو فاز الشارجة أو فاز وكلبة الحمد لله نقول نحن كلنا فائزين نعم وأنا أتمنى من جمهور الشارجة سواء في الكلبة أو في الشارجة أو في الخور باشر تشجعون الحمرية علشان يطلع ويانا ويزاكم الله خير إن شاء الله وكل عام وانتم بخير وانت بخير طبعا في الأخير سلطان علي الكلباني رئيس رابطة النادي شكرا على حضورك معنا والوالد الشيخ علي بن يوسف الحمادي من مؤسسي نادي اتحاد كلبة شكرا على حضوركم معنا والله يعطيكم الصحة والعافية جزاكم الله أنا كنت أتمنى لو كان نادي فرفكان موجودين لأنه مسوي لهم كم من كلمة كذا هي شبه تشجيع لهم وشكر على السنوات الجاية إن شاء الله الوالد طبعا قناة الشرقية دائما في تغطيتها الخاصة لهذه المناسبات والاحتفالات التي تقام في المنطقة الشرقية ويهك أبيض وهذا واجب نختم كلامنا بالثناء والشكر لكم ولجميع الطاقم هذا الموجود واجب. ونتمنى لكم إن شاء الله دوام التوفيق ولهذا آمين. النادي للازدهار والتقدم آمين إن شاء الله ما ينزل إن شاء الله والتوفيق للجميع إن شاء الله فاصل مشاهدينا وراجعين لكم بقوا معنا
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. شاهدنا معكم هذه اللقطات في نهاية مباراة نادي اتحاد كلباء والعربي التي أقيمت يوم الجمعة وفرحة لاعبي وجمهور النادي بالصعود. والآن مشاهدينا الكرام دعوني أرحب بشاهين سرور ومايد راشد لاعبي نادي اتحاد كلباء. مساكم الله بالخير ومبروكين على الصعود. مساك الله بالنور. الله يبارك فيك. طبعا فرحة الصعود شاهدناها قبل قليل مشاهدينا الكرام، يعني فرحة كانت لا توصف من قبل اللاعبين، صحيح مايد؟ شو كان شعورك وقتها؟ أكيد فرحة غير طبيعية. كنا يعني بداية موسم كنا نجهز فريقنا بس عشان نصعد، فالله ما خيب ظننا بجهود اللعيبة والإدارة شيوخنا الله يطول بعمارهم، فقدرنا أن نصعد ونفرحهم في الفرحة عامة الجميع. صحيح. شاهين شو كان شعورك وقتها؟ والله الصراحة كان شعور جميل، خصوصا أن التأهل هي في آخر لحظات يعني، والطريقة اللي صعدنا فيها صراحة كانت طريقة جدا جميلة وشعور لا يوصف صراحة. حتى يعني خلاص أنتم خلصتوا مباراتكم وقتها وتتريون نتيجة مباراة الفجيرة، يعني حتى كان التوتر موجود، خلاص أنتم خلصتوا اللي عليكم، باقي النتيجة الثانية اللي ممكن تخدمكم وخدمتكم، صعدتوا لدوري الخليج العربي. الأجواء بشكل عام يومها كانت متوترة بعد المباراة، صحيح؟ يعني حتى شاهدنا اللقطات اللي انت كنت فيها مايد، وراح نشوفها الآن مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة، هذه اللقطات اللي حتى كانت جدا جميلة في النادي، سواء كانت حتى الجمهور كان متوتر وينتظر هذه النتيجة. مايد شعورك كان شعور يعني هستيري نوعا ما حسينا فيه عند فرحتك وسماع خبر الصعود، صحيح؟ أكيد يعني شعور ما يوصف، نفس ما تقول يعني أنت فايز وتتريى مباراة أن الفريق الثاني يخدمك، مثل ما يعني قاعدين نشوف الآن مشاهدين الكرام هذه المشاهد. تفضل. أكيد يعني الفريق الثاني أنت فايز ومخلص اللي عليك بس تتريى النخاء، وكانت يعني والجمهور بروحه كانوا وثرين يعني فجأة يسووا لك تي، فجأة يسووا لك نصهم يسووا لك تي ونصهم يسووا لك دقيقة واحدة، فاحنا كنا على أعصابنا يعني. صحيح. فالحمد لله ها ونشوف الجمهور فجأة فرحانين ويزعقون ورحتوا واحنا يعني وياهم على الفرحة. تخيل كان مقلب مايد. لا 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 مرة. زين شاهين، فرحة الصعود دائما بما انك انت معار من فريق الجزيرة ويمكن انت لاعب صغير ناشئ مبتدئ في كرة القدم، شعور الإنجاز في مسيرتك الكروية كيف تقدر تعبر عنها، وحتى كيف تكون لك حافز في مستقبلك القادم في كرة القدم؟ أول شيء الحمد لله الفضل كان من رب العالمين، ومن ثم ثقة إدارة نادي اتحاد كلبة وأنهم أعطوني الفرصة، والحمد لله أني قدرت أعيش هالفرحة وياهم وقدرنا أن نرد لهم الجميل، وإن شاء الله أن القادم يكون أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. شاهين أنت عارتك لنادي اتحاد كلبة لموسم واحد، صحيح؟ هل في مجال أنك مثلا توقع العقد مع نادي اتحاد كلبة أو حتى أنك ترد الجزيرة؟ والله لنا الحين ما في أي شيء، أنا عقدي مع الجزيرة باقي له سنتين، وليش لا، بالعكس أنا نادي اتحاد كلبة بيتي وما راح أقصر وياهم في أي شيء يعني. نعم. وأنا تحت أمر الإدارة يعني. جميل مايد، الإنجاز جدا جميل وهو الصعود إلى دوري الخليج العربي، طموحك أنت كلاعب ناشئ في المستقبل سواء كان في نادي اتحاد كلبة أو حتى ممكن حتى العقود أو حتى العروض اللي ممكن تيك من الفرق الأخرى في الإمارات؟ أول شيء أنا كان طموحي هالموسم أن نصعد الفريق، والحمد لله توفقنا وصعدنا الفريق، والحين طموحي الثاني أن كيف نخلي فريق اتحاد كلبة يتم بدوري المحترفين. هذا يعني الهدف الأساسي الآن للعيبة النادي أو حتى إدارة أو بشكل خاص خلنا نقول مايد راشد، أنه الاستمرار في دوري الخليج العربي بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شاهين الأجواء كانت جدا جميلة بصعود نادي اتحاد كلبة، سواء كان من أهالي مدينة كلبة أو حتى من جمهور نادي اتحاد كلبة بشكل عام، في مباريات أنت حسيت ممكن أنك أو كفريق بشكل عام أنه خلاص الصعود ممكن كان صعب المنال بالنسبة للفريق؟ هو أكيد، فإذا أنت بتشوف جدول الترتيب والمباريات اللي كانت باقية
كانت الفرصة للفجيرة أكبر من فرصتنا في الصعود. صحيح، كان لكن أعتقد 6 نقاط بعد مباراة الفجيرة. هي نعم 6 نقاط. بس الحلو أن جماهيرنا ما فقدت الثقة، وإدارتنا واللعيبة كلنا ما فقدنا الثقة، وكان عندنا إيمان بالله ثم بنفسنا أن نحن قادرين نصعد، والحمد لله في آخر شيء قدرنا نصعد الحمد لله. الحمد لله. مايد، مباراة العربي المباراة الأخيرة، قبل المباراة كيف كانت الأجواء بشكل عام؟ الإداري شو قال لكم؟ المدرب شو قال لكم؟ حتى إدارة الفريق أكيد طبعا كان في لقاء بينكم قبل المباراة، شو قالوا لكم؟ أنا يعني قبل المباراة يبني شيء واحد، أن المدرب كان عنده ثقة في اللعيبة، حتى قبل المباراة قال أعطاكم الثقة، ثقة كبيرة يعني. حتى قبل المباراة قبل ما نصير قبل آخر تمرين كنا في الغرفة، قال إن شاء الله باكر أنا ما برد للغرفة، يعني آخر تمرين بيكون يوم الخميس إن شاء الله. جميل. بتكون عقب المباراة هاي فرحتنا بالصعود. جميل. طبعا كلام هذا كلام المدرب طبعا يعطيك روح التفاؤل، روح ممكن خلاص أنك تكون أنت مقاتل في الملعب شاهين، صح؟ أثر هالكلام على اللاعبين في الملعب في المباراة الأخيرة؟ هي أكيد. شوف، هو قالنا أن نحن علينا بفريقنا، ما نفكر في النتائج أو المباريات الثانية. احنا علينا نخدم انفسنا وبعدين احنا نتريى النتائج الثانيه. والحمد لله يعني احنا ما خيبنا ظن المدرب فينا، فزنا 2-0 والحمد لله ان الفريق الثاني تعادل وصعدنا. جميل. مايد، اصعب مباراه واجهتها هذا الموسم؟ هذا الموسم اصعب مباراه الفجيره هني ولا مصفوت؟ اصعب مباراه وين كانت المباراه؟ ممكن كانت الفجيره. لا كانت يعني هالموسم والله كان يعني كل الفرق مساويه بصراحه. صحيح. يعني كل الفرق ما يعني يجيك العربي هنا عادي يعرقلك، يجيك مصفوت تفوز عليه بالقوه، يعني كان موسم صعب. فالحمد لله ان توفقنا وصعدنا، اهم شيء هالاهم. الصعوبات دائما يعني اللاعب دائما اي الانتقاد، دائما الضغوط كلها على اللاعب شاهين. انتم شاهين ومايد انتم لاعبين في بداية مسيرتكم الكروية، كيف قدرتوا تتعاملون مع كل هذه الضغوط؟ أحب أشكر الكابتن موسى حطب والكابتن عثمان محمد عثمان والكابتن منصور، اللي صراحة كانوا صدق كباتن وقادة في الملعب وخارج الملعب. هم حاولوا يعني على قد ما يقدرون رغم الضغوطات اللي مرينا فيها والصعوبات اللي مرينا فيها في الموسم، هم حاولوا أن يشلون عنا هذه الضغوطات وانه يخلونا نركز احنا بس في الملعب وعلى مبارياتنا. جميل. مايد، في لك عروض هالسنه لين الحين؟ عروض لين الحين في عروض. قبل كم من سنه كانت لك عروض صحيح وما طلعت من النادي، ليش؟ عشان هاي اللحظه، عشان نفرح جمهور اتحاد كلبه انت ماكل النادي. اكيد اكيد. جميل. في مستقبل، في المستقبل ممكن انك تنتقل لنادي اخر في الامارات ان شاء الله، بس اول شيء الحين هدفي ان اخلي الفريق فوق وان شاء الله بعدين خير ان شاء الله. ان شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. جميل. طبعا الاجواء مستمره مشاهدينا الكرام هنا في مدينه كلبه طبعا، ونادي كلبه تحديدا في استاد نادي كلبه بفرحه صعود نادي اتحاد كلبه لدوري الخليج العربي. مشاهدينا نشوف هذا التقرير وراجعين لكم.
مشاهدينا، ومن هذه اللقطات نأتي إلى ختام تغطيتنا الخاصة بصعود نادي اتحاد كلبة إلى دوري الأضواء والشهرة، دوري الخليج العربي. مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإن شاء الله ألقاكم في تغطيات خاصة على قناة الشرقية من كلبة. إلى اللقاء. اتحاد كلبة نقوله ونفتخر، نجم صاعد باسمنا يزدهر، بالإيمان قلوب شبابه عامرة، بالإرادة يطلع طلوع الفجر. اتحاد كلبة نقوله ونفتخر، نجم صاعد باسمنا يزدهر، بالإيمان قلوب شبابه عامرة، بالإرادة يطلع طلوع الفجر. يا جماهير رددي وحيي، يا جماهير رددي وحيي. اتحاد كلبك، اتحاد كلبك، اتحاد كلبك نقولها ونفتخر. اتحاد كلبك.